قانون مشروع الموازنة هل سيقر مطلع العام المقبل 2023، أم أن الحكومة ووزارة المالية بحاجة إلى وقت أكبر؟ بالتأكيد الموازنة حق من حقوق الدستوري ومطلب شعبي وأموال الشعب العراقي. نحن مؤتمنين، ليس منية الأحد على الشعب العراقي، والموازنة تعني حركة الدولة، حقوق الناس، أرزاق الناس. وأنا كرؤية الاقتصادية قرار الموازنة تعطي دورة حيوية اقتصادية للاقتصاد العراقي التي تعني من مشاكل جمة بسبب تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة. اليوم نحن أمام مسودة مشروع قانون الموازنة لم تصل لحد الآن من الحكومة. الحكومة كما هي وفق المادة 62 مجلس النواب له حقوق ثلاثة، له أحقية رد الموازنة، موافقة من عدمه، مناقلة بين أبواب وفصوله، ومطالبة عند الزيادة. هو اليوم منذ الحكومات السابقة لم نشهد حسابات الختامي، هذا خط دستوري. أيضا مشروع مسودة الموازنة ننتظر أن تأتي إلى مجلس النواب لإقرارها وتم وفق القراءة الأولى والثانية بحضور وزير المالية. لحد الآن نحن في مجلس النواب لم نلتمس ولم نسمع بأن الموازنة أتت بسبب هنالك خلافات أو هنالك عدم وجود رؤية حقيقية. لا نتمنى هذه الموازنة تكون كسابقاتها. الموازنة العراقية حسب المعلومات الأولية 115 مليار دينار عراقي بشقيه التشغيلي واستثماري وبعجز مالي وهمي مغطى. أنا أعتقد وفق القانون والدستور يتم قراءة الأولى بحضور وزير المالية واللجنة المعنية. اللجنة غدا ستكون آخر جلسة من جلسات مجلس النواب العراقي وفق المادة 58 من الدستور، يتمس لنا للفصل التشريعي 4 أشهر وشهرين تكون عقبة الفصل التشريعي. مدة الفصل التشريعي وفق القانون 30 يوما. لا يستطيع المجلس النواب أن يخرق الدستور. إذا أتى غدا الموازنة إلى مجلس النواب بإمكان تستمر الفصل الذي يعرض فيه الموازنة لحين إقرار الموازنة. أنا أعتقد كتوقعاتي ستعرض الموازنة في الشهر الثالث من السنة القادمة، وهذا أحد العيوب الموازنة الدولة العراقية اللي تقرر في الربع الأول أو في النصف الأول للسنة التي يراد إقرارها.